مستر ولبس قبعة. بس شهادك عرفتي عاملة اصبر كتب لي من صبات باش بس الله يعطينا وجهك. شو اجمل به نخلع به ولد اختي كيعمل بيبي في السروال وما كانش حشمتي كتضحك على السيده وانت لابسه صباط وسبردينه. وانا هادشي موضع عشيري فهمتي هادشي كبير عليك نقول كبير عليك يعني كبير عليك هادشي بعدا تيما تهضر على خالي ويدك عليك السروال مقطع مشي الكفاس منه. ما قلتلكش انت هادي جدك الموضع زعما هاد الموضه خرجت علينا عباد الله سبحان الله تلمت في هاد الوقت كتجبروا ماشي عند راسو مشوك بحال بحال انفوت ومهبط سروال حتى ماشيش بناتينا فيما تجي الطوال له ملزم فيما تجي تصور وبعدا والمهم بعدا ماشي فحال التلامذ ديال قبل اولا لا تبارك الله كانوا كيعرفوا الاستاذ غير من الخيال ديالو سبحان الله العظيم كانوا كيقراو وكتجبر الاخر ديال القسم ديالو مشمكر وحافظ سبعه اللغات المهم مشمكر مثقف وصافي المهم دابا نشوفوا النوع الاول النوع ديال اللي بغى يربح العام طويل فتح الاندلس طارق بن زياد هو غب وحده استاذه بنا مراكش يوسف بن تشافين هو غب وحده بنا جامع العلويين فاطمه الفهريه مراكش بلي بوحديته تخرج عليا برا غدير عليا غب بوحدي وغنجيب با اجيبو الاستاذ اش عندك مع ابني بنك مكلخ مزلوط حمار مكلخ اي هاي هو غب وحده ولا اي مال حبيبي نشوفوا دابا النوع الثاني النوع ديال ماما غطيني سرق الزيت غيجيني اشكون اشكون انا الاستاذه ديال الامتحان استاذه قيل كنت سناك مزيان مزيان ولدي اليوم غادي نعطيك درس ديال الحيوانات الحيوانات بحال التفاحات موزة بنانات دلاحات لا ولدي الحيوانات بحال بقرات ارنب فهمتي واش احمر بحالك مثلا انا احمر المهم يا ولدي دابا نوريك واحد التصويره وتقول لي شنو فيها ما كتبليش يا استاذه هيا يا ولدي نعمل كفات هيا يا ولدي هاك الله لا يماشي لا كرانة الا ولدي هادي كيسميوها الناس دي بداعات ماشي كرانة الله استاذه غير كرانة منزلة المهم كان اورو بقرات حلوبون ودي بداعون ماشي حلوبون الله يفرشك بردا وعلاش حيت ما عندنا فين نعملو السطل ياك واش السطل ياك زيد شوفوا دابا التلامات فاش كيتلاقاو مع بعضياتهم على العشيرة فين العشيرة لا باس هانيا الحمد لله هاكا تبان شي تبكري اليوم واش نقول لك جرات عليا ديك الاستاذه الفرنسي قالت لي كومبلي لا فخا جبرت كومبلي لي عاد كومبلي لي لا والله الا حتى حنا استاذ فيزيك ما جاش اش عنده مسكين كيقولوا مات ما نعرف شي جبد عليه بابا مسكين كتجي غير في الدراويش استاذ فيزيك كان كيلعب معنا الكارطه ديك استاذ ماتش نهار يمرض ولا يموت والو ساعه حرام والله الا حتى حنا هذيك الصاله ديال اللوم اللي ما كتجيش ما نعرف علاش هذيك الشرفه اللي في عمرها 55 عام والله الا هي هذيك اش عندك حتى هي ماتت ولا لا العشير مشات تولد شنو والله يفك من حاله يا العشير الحق بيني وبينك والله ما كاين ما احسن من الدرس ديال اليوم اش من درس العشير درس ديال الارث كتعرف جوج ساعات وانا كنحسب شحال يجيب حقي ملي غيموت ديك الكارثه ديال الوالد اجي اجي بعدا كتعرف مين كتجي ديك الشتا مين هادي من السما جي لا 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 عرفتها مين هادي من بقمك لا العشر شمل من فمي علاك الشمس كتطلع البحر البحر كيطلع لعند الشمس وديك الساعة كيتبخر وكتعاود ايوا ديك التبرولي كتكسكسو عزيزك ولا العشر شو شو باينين كيشوفوا فيه هيا رجعنا واقيلا عرضة النقاش أو الوقت سالة الله ما كنحشموا بالله أصبح حنا كنهضروا على عيوب الناس وما شفناش راسنا وياه الإخوان الهضرة تبعك تبعك وياه الواحد هو اللي عمل اللي على لوشو قالوا ناس زمان الشبكة ملي كتجي تعيب على الغربال كتقول له سير سير أبو عيون كبار شكرا